الى ريب اوفيسز هون عند الكويت. بنفس الوقت لازم تكون الاعمال اللي بدها تقدم فيها الشركات نفذت خلال 2013. الهدف من الجائزة انه نحن نرفع المعايير تبع صناعة الاعلام، ومش بس ننافس فيها هون بين بعض، ننافس كمان بالمحافل الدولية بالمنطقة وبرا. الكومبيتيشن رح تكون بأربع ميديا كاتيجوريز. الكاتيجوري الأول البرنت، تي في كوميرشلز، راديو، ورح يكون ديجيتال مع الايفنت مانجمنت. طبعا البرودكتس كاتيجوري اللي هي البرودكتس كاتيجوري اللي كلنا بنعرفها وبنشتغل فيها يوميا، راح يكون في تكريم لثلاث مراكز: ذهبي وسيلفر، جولد وسيلفر وبرونز. نحن نتمنى مشاركتكم معنا، وان شاء الله راح نبعث لكل الحضور ايميلز وراح نعمل لهم سايت فيزيتس، وراح يكون عندنا على الويب سايت تبع الاي اي اي لينك في على كل انفورميشن. شكرا، يعطيكم الف عافيه. والان مع كلمه السيده فاطمه الموسوي، مؤسس ومدير تنفيذي لفريق نشر المحبه، لتحدثنا عن تجربتها وعن التعاون مع الجمعيه الدوليه للعلاقات فرع الكويت. فلتتفضل. اهلا، مبارك عليكم الشهر جميعا. مشكورين الاي اي على استضافتكم حقنا. سبريد ذا باشن هو عباره عن جهه او منظمه غير ربحيه هدفها الربط بين المتطوعين والجهات المتطوعيه. شعارنا اجعل عطائك جزء من حياتك، وانا بنحفز فكرة التطوع خصوصا لفئة الشباب. قبل مع المشروع الوطني ربحنا جائزة على مبادرة اسمها سفير نشر المحبة. الفكرة منها كانت ان نأهل المتطوعين علشان يكونوا سفراء لنشر الوعي التطوعي. والحين احنا رايحين على المرحلة الثالثة اللي راح تبدي من سبتمبر الى ماي. والفكرة فيها ان كل سفير أهلناه بالمراحل اللي طافت، الحين نربطهم مع جهات خيرية تحتاج للتطوع. يعني عندنا الحين 10 جهات، منها بيت عبد الله، بيت السدو، يعني الجمعيات النفع العام اللي دائما تحتاج متطوعين. والفكرة أن نزيد الوعي على هذه الجهات، وبنفس الوقت نحاول نشجع المجتمع أنه يكون يعطي حتى لو ساعة أو سكيل معين يفيد هالجهات. ويعني هذا برنامجنا الجاي، واحنا وايد متفائلين ان اكثر عدد من المجتمع يشارك فيه. وحياكم ويانا ومشكورين. شكرا للاخت فاطمه. والان ادعو مره اخرى السيد وليد كنفاني لتكريم شركائنا في النجاح. فليتفضل. أدعو السيد رامي هيكل، مدير عام فندق كراون بلازا، للحضور إلى المسرح. أدعو السيد ماضي الخميس لاستلام درع التكريم، فليتفضل. السيد سليمان العرب، مدير عام شركة فيغور إيفنتس، فليتفضل. السيدة فاطمة الموسوي، مؤسس ومدير تنفيذي لفريق نشر المحبة.
السيد محمد عطوي مدير عام شركة إنجريدينز اللي نظموا لنا الحفل الليلي، مشكورين. بتمنى من جميع اللي تكرموا إذا بتفضلوا معنا بس ناخذ صورة جماعية لفريق العمل والمكرمين مع أعضاء الجمعية الدولية للإعلان. سيد مر، سيدة فاطمة، علي القدير، أن يعم السلام والمحبة أرجاء أوطاننا الحبيبة، وشكراً وأهلا وسهلا فيكم. هذا الحفل سانتا كلوز عدنان سعد. كل شخص دخل ببطاقة دعوة، فرجاء لما أضع الكرة يعطينا اللقب ويعمل يتسحب على الهدف. أنا كثير هدايا مقدمة، إن شاء الله نتمنى الفوز للجميع. أنا حمشي ما بين الطاولات، حنبدأ الأسئلة، أوكي، أسئلة بسيطة جدا. وعملية الهدية حتكون رقم، فالسؤال اللي بجاوب عليه أي شخص اسحب رقم وبسلم الهدية من جنب الستيج من عند الإخوان الواقفين والأخوات الواقفين منها. السؤال الأول بسيط جدا للسيد عمر، استاذ ياسر عمر، كل عام بخير. طبيعي احنا زملاء رياضة ولازم أعطيك الجواب قبل ما أعطيك السؤال. السؤال: ما هو البلد الذي يعتبر المصدر الرئيسي للزيتون في العالم؟ تونس. مبروك مبروك، شكرا لك. ثانك يو ريم، ثانك يو ثانك يو. اسحب لك رقم، اسحب لك رقم، وبليز استلم الهدية من عند الإخوان. ورقة كل جائزة ما بنعرف عنها إلا وحسب، بتروح بلد الجائزة، ممكن تطلع سيارة من جي إم سي، ممكن تطلع مايكروويف. أوكي، أبو سهيل مساء الخير، كل عام بخير، وما شاء الله الإعلام سهيل سهيل جورج ما شاء الله. كيف بالانجليزي؟ حنعمل بالانجليزي. اوكي. هلا، ما هي اصغر بلدان شمال افريقيا؟ الذين يتحدثون اللغه الانجليزيه في الصين اكثر من سكان الولايات المتحده، نعم ام لا؟ الذين يتحدثون اللغه الانجليزيه في الصين اكثر من الولايات المتحده. تونس. تونس. لا لا لا. نعم. مبروك. يلا. كل تونس. تعال الصبايا. طبيعي في عنا جوائز كثير مقدمة من هيولاء الألماني. كيف حالك أستاذ؟ أستاذ صبايا. أستاذ. أنا معاك من عندك. كلهم ذكية. أهلا وسهلا. ما هي أطول عضلة في جسم الإنسان؟ تونس. إنسان مبروك وطن. ولد. ما في شيء، ما هي ما في شيء. يلا 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 يلا. واحدة تونسية، أيوة. مظبوط، واحد الفراعنة، من الفراعنة، مبروك. أهلا وسهلا بك يا الإخوان. إنجلش معاك يا أستاذ أحمد، يلا نسمع مدام. إنجلش، إنجلش. أنا بشتغل على نفسي. أوكي، في لغة تانية ممكن
يلا تونس يلا صعب المشوار.
Thank you.
شركة إسماعيل نقل صالح. نقل صالح. صح؟ طيب إسماعيل. صح. شو رأيك بكبش الفيديو في العربية؟ صح. مبروك. ما هي البلد التي لا يغير فيها موعد الإطار سيدنا الموجه تونس. هي بلد أفريقيا بس مش تونس. لا تحت من تونس. لا لا تحت مش عارف. جنب نيجيريا. أنا أعطيك خيارات. وعندها نيجيريا سابقة. شباب جاهزين شباب حابين نسألكم سؤال نسأل سؤال نسألكم سؤال سهل لأنه مو صعب شوي ما هي أقدم عاصمة في التاريخ؟ فيها أحداث دمشق مبروك مبروك يلا ناو وي جو We need your help, Your Excellency. We are going to do that role now. Can you pick one? Wait, take the team, please. Thank you. Ronnie, Brendan. Four eight zero. Oh, yes. Turkey. Torreji, خلاص بيكو، أوكي. Another one, Your Excellency. Six nine zero. Can you raise your hand, please, or her hand, please? 6901. 690. Okay. عليها تسحب. من عندك كات. اوكي يور اكسلنسي اطرح لنا سؤال احنا لا اسال بعد العشر اطرح لي سؤال في الرياضه حسالك سؤال ما هي الجزائر ما هي عاصمة الجزائر 610 610 610 Okay, another one, Your Excellency, please. Hello, شفتوا أنا. 698. Why is this 6 What is that 6 9?